رمضان كريم. سامحوني قبل رمضان، يشهد الله ما في خاطري شيء على أحد. أنا آسف على 3 أشخاص، شخص زعلته أو شخص جرحته أو شخص ضايقته. أشكر 3 أشخاص، من كان لي عنده قدر واحترام، ومن يغليني ويعزني، ومن يحبني في الله. الله يسامح 3 أشخاص، من اغتابني في غيابي، ومن جرحني وزعلني، ومن سمع كلام غيري وتغير علي. فلا أدري هل أصوم هذا الشهر أو أكون تحت التراب. السلام عليكم البنات، فيديو جديد. اليوم في رمضان، دونك غادي تسمحوا لي باش نصور معكم فيديو ان شاء الله. غادي تسمحوا لي بزاف على الطريقه ديال التصوير، لان فريمون ما عرفتش كيفاش غادي نصور لكم لي روتين نهائيا، مي كنوعدكم البنات يكون ان شاء الله الافضل جاي مع بعضياتنا. فغي صبروا عليا، ولا ما عجبتكم شي حاجه فغي قولوا لي كيفاش. ان شاء الله كنوعدكم بشهيوات يكونوا زوينين ان شاء الله، والله يتقبل منا. اهم حاجه هي طاعه الله. حاولوا ما تضيعوش الوقت بزاف في الطياب وفي الكوزينه وداك الشيء. حاولوا البنات تخليوا البرانسيب ديالكم هو الصلاه والقرآن. البنات حاولوا تقراوا القرآن وصلة، باش على الأقل تكون عندكم ختمة بعدا واحدة في القرآن. بون البنات، نخليكم مع النهار ونتمنى يعجبكم. كنبغيكم بزاف وكنتمنى منكم تدعموني. إذا كنتي أول مرة عندي في القناة، بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلك الجديد إن شاء الله. ومرحبا بكم في عائلة ديالتي، كنبغيكم بزاف. وشكرا للبنات اللي كيدعموني دائما، شكرا على ميساجات ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم. كنبغيكم بزاف. غزالاتي ديالي، جيت هنايا باش ندير معكم جوله في الفخار. مشيت ناخذ مينات اللي ما كنتقاداش. البنات قولوا لي شكون بحالي اللي ما كنتقاداش من شريد لمان. صراحه بليا واش من بليا، والله الله يعفو علينا منها وخلاص. جيت ناخذ، ما يمكنش لي انا رمضان لما ناخذ شي حاجه جديده نحطها في الطبله باش نفرح ونحس بدوك الاجواء تاع رمضان. قولوا لي واش نتوما بحالي ولا لا. هنا جوله خفيفه في الفخار في اسفي. مشينا بالزربه وجينا، خديت غير داكشي اللي بغيت وجيت. صراحه انا لك تراجلي معايا بالحق والله العظيم، الا ضروري ما خص شيء. انا البنات جيت باش نشارك معكم، يلا دخلنا من اسفي. جيت نشارك معكم شنو خديت منه بالديتاي. خديت هاد القصريه هادي البنات، خليها لنا ب60 درهم. خديت هاد الحجم ديال الطباسل، خديت منه 6 ب40 درهم. فينالمون خلاتهم لينا ب35 درهم. وخديت هادو اللي مدورين، كيجو 6 منهم ب20 درهم. وخديت هاد الطويجنات هادو بحال هكا، خديت منهم 4 ديال الطويجنات. وطاجين هكذا كبير خديت منه 1. شنو مازال خديت؟ هادي ديال الحريره البنات، كتجي بحال هكذا معها 6 ديال الجبابن. ها هما القياس ديالهم البنات والشكل ديال الزويويق اللي فيهم على حسب رمضان. خديت هادو ديال البيض منهم 8، كيجو بحال هكا. هذا هو الشكل ديالهم. كيف قلت لكم هادو الطباسل. هنايا خديت هاد الجبابن هادو، بلاتي نحيدهم باش نوريهم لكم، كيجو بحال هكا. هذا هو القياس ديالهم على حسب السلطات. خديت منهم 3، وخديت الكبيره ديالهم. الموين ديالهم كتجي مربعه بهذا الشكل، وعاد الكبيره ديالهم نتمنى تكون باينه لكم. هذا الشيء خديته في عند صحاب الفخار. الطاجينه البنات 60 درهم.
هاد السلايف ما عقدتش على الاثمنه حتى نسول المول، ترى نخلي لكم الاثمنه ديالهم في لي باغ دانفو البنات. هاد السوبر عقلت عليها 80 درهم، هادو ديال البيض ب5 دراهم، هاد الطواجن ب15 درهم، ولكن الحجم الكبير ماشي الصغار، حيت كاينين الصغار وكاينين الكبار. دابا نوريكم الحوايج الاخرين. رجعنا دائما ديال اسفي، خديت هادو ديال لي مول جوج منهم ما عقلتش واش 25 ولا 29 درهم. خديت هادو كانوا صول ب30 درهم الواحد، لقيت فيهم جوج اللي بقاو هما اللي خديت. هاد القليبات هادو ديال ستيل بومبو البنات. تاني حاجة اللي خديت هي هادي، كتجي بحال هكا، ما تدوش على هاد الطوب هذا اللي يلا شريتو حتى هو. هاد المول هذا ديال الفران خديته ب20 درهم. عند صحاب الطوب خديت هاد الطونطيل هذا، كيجي بحال هكا في لارجونتي، عند صحاب المترو صافي. هذا مكان البنات. اخيرا حليت لاكولي، ما عمر البنات وصلتني شي كوموند ولا شي كولي، امباليا حتى لهاد الدرجه هادي، فريمون سوبر بيان امبالي البنات، تري 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 بيان امبالي. الا قلتها البنات جو فو دي با ا كيل بوين سوبر بيان امبالي، يعني ما تخافوش الحاجه ديالكم تهرس نهائيا نهائيا. ابارامون هاد لو تيير هذا ها هو كيفاش كيجي الشكل ديالو، غزال 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 بزاف البنات. و تاني حاجه هو هاد هاد لو بلاطو فامو بلاطو ديجا كاين عندي، ودابا واحد اخر يتخاوو. فوالا البنات هذا مكان. بالنسبه لو كونت اللي خديت منه هميزات اكسيون ماروك، فريمون غزال غزال بزاف، تعامل جد راقي البنات. انا عاد دخلت من المقديه، كنت في بيم وبغيت نشارك معكم شي حويجات خديتهم من بيم الا بغيتو تاخذوهم. هادي ديال تركيش ديلايت ديال الحلقوم، واحد الحلوات اللي معروفين بهم في تركيا. انا دوقت منهم بنتي ديجا، هادي اول مره غندوقها، هادي ما عمرني دقتها، مي هادي اللي معمره بالبيستاش ديجا ذايقها بنينه 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 بنانه مستحيل. وهادي دايره شي 18 درهم، الشكل ديالها في الداخل داير بحال هكا بحال الحلوه فيها السكر، انا عطيت منها لبنتي وولدي. صراحه خاصكم تجربوهم لانهم زوينين. انا هادي ما دقتهاش حتى الفطر وغندوقها ان شاء الله بالحق. هادي البنات ديجا ضيقها، حتى هي عطيت منها لولادي كيف كتشوفوا. هادي بنينه بحال هكا مع شي كاس ديال القهوه ولا مع اتاي، كيجو رائعين البنات. المهم نشارك معكم اهم الحوايج اللي بغيت نوريهم لكم خديتهم. حاجه اخرى البنات خديتها، هذا عاوتاني خديته في بيم بالنسبه للوليدات اللي كيتغداو، الامهات اللي كيتغداو ليهم ولادهم في المدرسه، فكنصحكم البنات بهذا الميني برجر، عندهم خفافين بحال القطن. انا ديجا من العام اللي فات وانا كنديرهم لبنتي، دايوغ فيهم هادو الصغار وفيهم حتى لي باغيت هكا طوال، شوفوا نتوما الحجم اللي كيناسب ولادكم. انا بنتي غير واحده من هادو تتكفيها، دونك تناخذ ليها غير هاد لي ميني برجر بحال هكا، وتديروا ليها معاهم اون بيتي سالاد وكتعطوهم ليهم باش ياكلوهم في هذا. اما كديروا ليهم وسط منها نوغات ديال الدجاج، ولا كديروا ليهم كفته، ولا شوفوا لي بيزوان ديال الولد ديالكم شنو كيبغي وكديروا ليهم معاهم. فهذا كان الثمن ديالو شي درهم واقيلا، البنات اللي موالفين كياخذوا بحال هادو صحوا ليا واقيلا درهم انا على ما عاقله. المهم الثمن ديالو غزال والكاليتي ديالو زوين، حتى البنات اللي بغاو يعمروهم بحال ما هكا في كمائده ديال الافطار فكره زوينه البنات، غادي ينفعوكم هاد الخبيزات ما تندموش عليهم. اخر حاجه غادي نشاركها معكم وهي ديال لا مارك بونزاني. ديجا لي بات ديالها نتوما عارفين غنيين على التعريف، زوينين بزاف 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 بزاف، حتى ما تتسولوش.
وكذلك هاد لاصوص بيتزا ديالهم. البنات اللي ما عندهمش الوقت باش يصايبوها او لما كتنجحش لهم لاصوص بيتزا ديالهم ما تتعجبهمش او 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 ياخدوا هادي زوينه بزاف غارونتي. هاد الماركه راها ايطاليا، لا مارك كتجي من طاليان، وهاد المطيشه ديالهم هائله البنات. جربوها على ضمانتي، الثمن ديالها دايره 9 ديال الدراهم، وكتصايب لكم نيت خير الله زعما. تقدروا ديروها في المجمد، تقسموها على 3 ديال لي بارتي ولا 4 ديال لي بارتي وديروهم في المجمد. غادي ينفعوكم بزاف، غادي تشكروني على هاد الصلصه هادي. جربوها غتعجبكم بزاف بزاف البنات. فوالا هذا ما كان، هادشي اللي خديت مهم حوايج اخرين اللي نتوما عارفينهم بحال الحليب، فرماج وشويه ديال الدسير. هادشي اللي خديت في بيم، يعني داكشي اللي خاصني. فانا اهم اشياء اللي عجبوني وريتهم لكم باش نتوما تستافدوا منهم، وخليت لكم الراحه تنعاودوا نتلاقاو عاوتاني البنات. ما تزابيوش. سلام البنات، هادي اول وصفه اليوم، لا غوسيت تاع اليوم. هي ديال 3 سوشوار البنات معمرين. راه ديجا درت معاكم لا غوسيت، غادي نخلي لكم الرابط ديالها في التحت الا بغيتو تفرجوا في الطريقه. اما الا بغيتو تشوفوا المكونات اللي استعملت فهبطوا البنات على صندوق الوصف، غادي تلقاو جميع الوصفات اللي استعملت، غتلقاو المقادير ديالهم في صندوق الوصف. دونك البنات هادو لي سوشون، كي شفتو عمرتهم البنات بالفرماج والفلافل ملونين مع شويه ديال الطون، يعني حشوه اقتصاديه وبنينه بنينه بزاف. ما تصوروش شحال بنينه. ذوقتهم البنات بالخشخاش، وغادي ندخلهم الفران يطيبو وندوزو الوصفه الاخرى اللي غادي نديرو جميع مع بعضياتنا. بقاو معايا. انا البنات الحريره، شكون فينا اللي ما دايرش الحريره؟ دابا كل وحده فينا عارفه طريقه ديال الحريره، فما كاينش لاش نشارك معكم، غير هو بغيت زعما نمشي معكم ايتاب باغ ايتاب باش تشوفوا نهاري كله البنات كيفاش طات. هنا البنات بالنسبه للحشوه ديال الطيله، درت فيها الزيتون مقطع حار، ودرت شعريه صينيه، فرماج حمار، فرماج موزاريلا، ودرت شويه ديال الكفته، ودرت القزبر المدنوس، وصوص سوجا والعطريه العاديه ديال الحوت بحال اللي بيديروا الحوت البنات. وفوالا غنخلطهم ونبدا نعمر بيهم الصافي ديالنا البنات. هذا هو الفطور ديالنا، هذه هي الطبيله ديالي، هادو هما البنات لي سوشو معمرين كيفاش كيجيو غزالين البنات. غنخلي لكم المقادير ديال الوصفه في صندوق الوصف، لو ليان الرابط ديال لا فيديو فاش درتهم. بغيتكم كاملين تمشيو تشوفوهم لان وتجربوهم، لانهم فريمون البنات تيستحقوا انكم تجربوهم، بنانين بزاف. هادو المعينات البنات اللي شريت، هذا الخبز البنات دايره الخبز ديال الشعير عادي بطبيطات هكا سخيخنين، والتمر، السفوف يعني سلو، هذه الشباكيه اللي رسلت لي ماما الله يطول ليها في عمرها، اللي صايبتها ليا هي وخالتي الله يعطيهم الخير، شكرا ليهم بزاف بزاف اللي صوبوها ليا، والله يكبر بهم بزاف بزاف. هذاك التمر، و التمر انا صراحه كان حماق على التمر الجزائري لا يعلى عليه صراحه، هو المجهول توب 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 توب. وهادو البسيتلات اللي عمرت زوقتهم هكا بطومات سوغيز، وهادوك لي كوتون رافقتهم بالحرور هكا في البيض والكحل. صراحه هاد العماره خصكم تجربوها، وهاد الديسير هذا الخطير اللي سولتوني عليه بزاف بزاف، فين سترة الحليب البنات؟ بزاف البنات سولوني عليه في الانستغرام، فين سترة الحليب؟ في واحد دانون ساشي ديال الفاني، في معلقه ديال مايزينا، تضربوا بهم مزيان البنات وتتخليهم تيعقدوا. ومن بعد درت الليمون مع المانك، وزوقت بهذاك لو فو بيستاش، اللوز منسم بالكو ديال البيستاش، هائله البنات هذيك الوصفه، جربوها غادي تعجبكم بزاف. هنا الحريره ديالنا بردات ليا، اضطريت من بعد مشيت سخنتها حيتاش حطيتها شويه بكري، وحطيت البيض وبراد ديال اتاي
عادي. درت معاهم اون بتيت سالاد هكا بلي طومات سيريز، الخس، البصله والفجل، الفرماج والزيتون هكذا. فريمون البنات حاولوا ديروا اقل حاجه، وتلاشات لكم الحاجه ما ترموهاش، حاولوا تستفدوا منها الغد اللي فوالا. البنات كانت هذه هي الطبله ديالتي للفطور، كنبغيكم بزاف، ما تنساوش دائما تشجعوني وتدعموني باللايكات ديالكم وبالاشتراك الا كنتو بنات جدادات. شكرا لكم بزاف بزاف، وبسلام عليكم البنات. تنتلاقاو البنات، يلا سالينا الفطور، جمعنا كل شيء. غسلت الماعن وجيت كنطرف في البيت، وبيت نحيد الريحة ديال الماكلة، وجيت نتشارك معاكم هاد الريحة البنات اللي كتحمق ديال ايرويك. تترشوها بحال هكا في المخاد وداكشي، حتى كتسوسو وتخملو ديرو لاسبيراتور ديالكم ورشوها وردوا عليا الخبر، فريمون غتعجبكم ريحته. صراحه انا عندي هذا وعندي واحد الشكل اخر اللي دايره في التواليت، داك اللي كتبروغراميه و تيبدا يخوي راسو. صراحه بجوجهم غزالين، ساشون كو ريحتهم كتبقى، يعني تترشوه كيبقى. دي 34 درهم. دابا راه مده هو وعندي، وها راه باقي عامر فريمون تيرش. اون بليس دو سا والله البنات زعما منو غير شويه صافي كتعجج الدنيا، يعني ما كتحتاجوش تبقاو غير كل ساعه ترشو منو، ترشو غير باش تحيدو ديك الريحه ديال الطياب وتبقى في داركم ريحه الفريش. كاينه هاد الريحه هادي اللي فيها غوز دو برانتون، وكاينه الخزامه، كاينه الورد، وكاين واحد الريحه اخرى ريحه القطن، هذيك ما قدرتش عليها، ريحتها خنزه بزاف. مي هذه بالنسبه ليا هي الطوب، هاد الزرقاء هذه هي وديال الخزامه، هما الطوب، هما اللي كنشري دائما، اما هذه اما ديال الخزامه. البنات جربوهم ما غاديش ندمو عليهم، او لا شي وحده كتستعمل شي معطر اخر اللي رخص من هاد الثمن وتا هو ايفيكاس، تخليه ليا في خانه التعليقات. يعني سواء كتشري في مرجان ولا اسواق السلام ولا في بيم، تقول لينا فين كتشريه والثمن بشحال كتشريه، وزعما كيفاش صدق ليها. على هذا الشيء البنات غادي نقول لكم بسلام عليكم، غادي نسد الفلوغ هنايا حتى الغدا، ونتلاقاو في نهار جديد شي واد جداد. وما تنساوش انني غادي نخلي لكم الروابط ديال الشيوات اللي استعملت اليوم في اسفل الفيديو لتحت، باش تمشوا تشوفوا الوصفات ديالهم. يلا بسلامة البنات، خليت لكم الراحة، كنبغيكم بزاف، ما تنساوش دائما تشجعوني، كنبغيكم، رمضان مبارك كريم.